هل الذي يبني بيوتاً للمؤذن أو للإمام بجانب المسجد يعتبر داخلاً في أجر بناء المسجد؟ نعم، هذا صدر في فتوى من اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقع عليها بأن بيوت المسجد لها حكم المسجد في الأجر والفضيلة. نعم، لأن اليوم ما يمكن يتأمن إمام ومؤذن للمسجد إلا بالبيوت، فهذا أصبح ضروري، فهي في الفضل تابعة للمسجد، أجرها مثل أجر المسجد. نعم.